مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ أنا كتير منيحة ومحمسة إنه نبدأ حلقة جديدة من برنامجكن المفضل مدرستي. معكن أنا الأنسة بترا، وأنا معلمتكن للغة العربية. نحن أصدقائي منقول صباح الخير في الصباح، صباح بتشرق الشمس، ومنقول مساء الخير بالليل عند المساء لما بتغيب الشمس. لكن بين الصباح وبين المساء في عنا شيء اسمه الظهر. الظهر نحن منقله عند الظهر بتكون الشمس كتير قوية، وبيكون يعني نهار بكامله منقله على الظهر. الظهر هو منتصف النهار، يعني نهار بيكون كتير طويل، وبنص نهار منقله الظهر. شو في قبله للنهار؟ للظهر عفوا، يسبقه الصبح. يعني عنا الصبح، الظهر، الليل، ويليه الليل. كتير سهلة أصدقائي، عند الصباح بتشرق الشمس، عالظهر بتكون الشمس كتير قوية، ولما بيخلص النهار وبتغيب الشمس منقله الليل. عندما يكون الظهر تشتد الحرارة. لما يكون الظهر تشتد الحرارة، ليه أقولكن أصدقائي؟ بسبب أشعة الشمس القوية في فصل الصيف. بفصل الصيف نحن منعرف إنه الشمس بتشرق دايماً وما بيكون في شتاء، لهيك عند الظهر بتشتد كتير الحرارة. ولهيك أهلنا لما نروح على البحر أو حتى لما نلعب برات البيت أو أمام المنزل بقولولنا انتبهوا من أشعة الشمس عند الظهر، لأنه بتكون كتير قوية الشمس وحرارتها كتير عالية، وهالشي ممكن يأذينا. وهيك نحنا منكون شفنا أصدقائي الظهر، وبالظهر مثل ما قلنا هو منتصف النهار. قبله شو في؟ قبله في الصباح، وبعده فيه الليل. وبفصل الصيف عند الظهر تشتد الحرارة، يعني الحرارة بتكون كتير قوية. وبدي منكم بفصل الصيف أصدقائي تنتبهوا كتير من الشمس. هلأ بدي منكم تستمعوا لأغنية، وأنا بلاقيكم بالفقرة التالية. فصول السنة أربعة أربعة، فصل الخريف أولا، فصل الشتاء ثانيا، فصل الربيع ثالثا، ورابعا فصل الصيف. في فصل الخريف تسقط أوراق الشجر، في فصل الشتاء يسقط المطر، في فصل الربيع تكثر الأزهار، وفي فصل الصيف يأتي المرح واللعب. فصل الخريف أولا، فصل الشتاء ثانيا، فصل الربيع ثالثا، ورابعا فصل الصيف، ورابعا فصل الصيف. مثل ما تعودنا دايما أصدقائي، دايما بحلقتنا وبحصتنا منعمل مراجعة لحرف. نحن صرنا منعرف كتير أحرف، لكن اليوم رح نعمل مراجعة لحرف الظاء. ظاء ومنقله ظه، منعرض صوتنا ومنقله ظه. خلينا نشوف كيف ينكتب حرف الظاء. أنا بعرف أنتم مدونين كل شي على دفتركن، لكن أنا رح أكتب هلأ حرف الظاء مثل كأنه صاد، لكن نوضع خط. وهيك شو منقله؟ هيك منقله طه، حرف الطاء. أما حرف الظاء عنا نقطة، ما لازم أبداً ننسى النقطة.
وهيك منقول له ظه. مع الأصوات القصيرة، يلا أصدقائي دونوا على دفتركم مع الأصوات القصيرة كيف منكتب حرف الظاء. ظاء مع فتحة ظه، ظاء مع ضمة ظو، مش ذو لأنه بيصير حرف الذال، ظو معنا نعرض صوتنا تنعرف أنه هيدا حرف الظاء. وعنا ظاء مع كسرة ظي. هلأ ننتقل للأصوات الطويلة. ظاء مع ألف، هيدي شو؟ هيدي طاء. ظاء نوضع نقطة، ظاء مع ألف ظاء. ظاء مع واو ظو، وظاء مع ياء ظي. إذن رح أرجع عيدهم بشكل سريع. حرف الظاء مع الأصوات القصيرة ظا ظو ظي، مع الأصوات الطويلة ظا ظو ظي. وهلأ صار فينا ننتقل لتمريننا. عندي لكم صور أصدقائي، وهالصور بتدل على كلمات، وهالكلمات فيها حرف الظاء. خلينا نشوف أشكال حرف الظاء بالكلمات. بأول صورة عنا هالشي نستعمله لما تكون الشمس كتير قوية، وهيك فينا نقشع طريق أو نشوف الطريق اللي قدامنا، وبتحمينا من تحمي عينينا من أشعة الشمس. وشو منقلها؟ نظارات. فينا نقول نظارة، فينا نقول نظارات، لكن هلأ عنا نحنا نظارة. خلينا نكتب نظارات. عنا حرف الظاء، رح استعمل اللون الزهري، انتو فيكن تستعملوا اللون اللي بتحبوا أصدقائي، أهم شيء تدونوا كل شيء عم نقوله على دفتركن. عنا حرف الظاء في وسط الكلمة، وأنا رح أرسم دائرة حول حرف الظاء. إذا في وسط الكلمة منلاحظ إنه هو متصل من جهتين، يعني مادة إيدتين. خلينا ننتقل لتاني صورة. هيدي الأداة لما نحطها على عينينا بتساعدنا نقشع عن بعيد، يعني بتقرب لنا المسافات البعيدة. وشو منقله؟ منقله منظار. نحن شايفين كلمة منظار قبل بحلقات سابقة. منظار. حرف الظاء أيضا في وسط الكلمة ومكتوب مثل كلمة نظارة، في وسط الكلمة يعني مادة إيدتين، متصل من جهتين. تالت صورة. تالت صورة عنا أظافر. بإيدنا في عنا أظافر، هيدا الأصبع وهيدول الأظافر. فينا نقول للظفر واحد، للأصبع الواحد عنده ظفر، جمع أظافر مفرد ظفر، يعني ظفر واحد. خلينا نكتب ظفر. أنا كتبته بشكل صحيح؟ كلا، خطأ، لأنه هيك منكون كتبنا طفر، ما إلا معنى كلمة طفر. ظفر نقطة فوق حرف الظاء. برسم دائرة حول حرف الظاء، هو في أول الكلمة، يعني صار عنا شكل جديد لحرف الظاء اللي هو في أول الكلمة متصل من جهة واحدة، مادة إيد واحدة فقط. الصورة الرابعة. الصورة الرابعة هي بحبها الكلب، ودايما بعضها وبحطها بتمه. شو منقلها؟ عظمة. عظمة. عظمة.
حرف الظاء في وسط الكلمة، إذن مثل مثل كلمة منظار، نظارة، موجود حرف الظاء في وسط الكلمة يعني متصل من جهتين. شو مادد؟ إيد واحدة؟ كلا، مادد إيدتين. وآخر صورة عنا إياها منلاحظ في عنا شمس، شمس ما فيها حرف الظاء. سماء أيضا ما فيها حرف الظاء. بحر، رمل، لكن هيدي اللي بتحمينا من الشمس. شو منقلها؟ أو لما تشت الدنيا نحن منحطها بتحمينا من المياه من الشتاء، وأيضا بتحمينا من أشعة الشمس. شو منقلها؟ مي ظل. يلا أصدقائي اكتبوا معي، مي ظل. مظلة أنا عم شد على حرف اللام، ما تنسوا الشدة لما بتسمعوني، أنا عم شد على حرف معين مثل مظلة، يعني لما شد على حرف اللام بتكون توضع فوقه شدة. وأنا ما لفظت حرف التاء في آخر الكلمة لأنه هيدي من علامات التأنيث وما لازم ألفظها. ما في يقول مظلة لكن بتنكتب، بقول مظلة. وحرف الظاء في وسط الكلمة يعني مثل كلمة عظمة، منظار، نظارة، في وسط الكلمة يعني متصل من جهتين، مادد إيدتين. وهيك نحن أصدقائي بهالكلمات منكون نحن شفنا بس شكلين لحرف الظاء، في أول الكلمة متصل من جهة واحدة، وفي وسط الكلمة متصل من جهتين. وهلأ أصدقائي بدي منكم تضلكم مركزين معي على الشاشة لأنه أنا بلاقيكم بالفقرة التالية. ظرف. ظل. ظهر. برجع معكم أصدقائي بآخر فقرة، حضروا دفتركم وقلمكم لأنه عنا إملاء. في كتير أصدقائي بعرف أنه ما بحبوا الإملاء وبيستصعبوا أنه لما ألفظ أنا الكلمة ويحاولوا يكتبوها بتصير كتير الخبرية منا سهلة عليهم، لكن أنا رح ساعدكم قد ما فيي ونتشارك سوا الكلمات وحاول أنا أيضا أكتبها على اللوح معكم وألفظها بذات الوقت، يعني رح سهلكن الكلمات وتصير كتير حلوة الإملاء. عندي ثلاث كلمات، ما عندي أكتر، ثلاث كلمات فقط. وأول كلمة عندي إياها فيها حرف الظاء، كل الكلمات رح يكون فيهم حرف الظاء. بأول كلمة عندي ظ بي، ظ عم بلفظ حرف الظاء، ظ بي، وعم شد على آخر حرف. ولما شد على آخر حرف أنا شو لازم أوضع؟ يلا أصدقائي فكروا، شد، صحيح. إذا رح أرجع عيدة مرة تانية للكلمة، ظ بي، كتبتوها؟ خلينا نشوف على اللوح كيف بتنكتب كلمة ظ بي. عم بلفظ حرف الظاء، ظ بوضع النقطة لأنه بتصير حرف الطاء بلا نقطة، بي باء صوت قصير، مش عم بقول بي، ظ بي هي، عم شد على حرف الياء، إذا لازم أوضع شدة، ظ بي. عنا حرف الظاء في أول الكلمة متصل من جهة واحدة. رح انتقل لتاني كلمة، تاني كلمة عندي هقلكن هي
ظفر. قلنا عنا الأصابع وعنا ظفر، عنا أظافر. لكن أنا بدي منكم تكتبوا كلمة ظفر، يعني ظفر لأصبع واحد. يلا أصدقائي، ظفر سهلة، ظفر كتبتوها؟ خلينا نكتب كلمة ظفر. ظفر كتبتها بشكل صحيح؟ كلا، أنا أخطأت لأنه أنا نسيت النقطة. ظفر. وحرف الظاء أيضا في أول الكلمة، يعني مادة إيد واحدة فقط. وهلأ عنا آخر كلمة، صارت سهل الخبرية علينا أصدقائي، بعد عنا كلمة واحدة فقط اللي هي عظمة. بالفقرة السابقة نحن شفنا شكلها للعظمة، هي بحبها الكلب كتير وبعضها كتير بين سنانه. ونحن عنا أيضا عظم، هيدا منقلها أيضا عظمة. رح ساعدكن، عظمت. لكن أنا لما ألفظها، لما أكتبها ما لازم ألفظها، لكن رح ساعدكن تتشهلوا وتكتبوا الكلمة بشكل صحيح. عظمة كتبتوها؟ خلينا نكتبها سوا. عظمت. أنا قلت لكم مت تساعدكم إنكم تكتبوها، لكن هي ما لازم نلفظها، لازم نقول عظمة. وعندنا حرف الظاء في وسط الكلمة متصل من جهتين، صار عندنا ظبي، ظفر، عظمة. وهيك منكون شفنا ثلاث كلمات وعملنا لهم املاء، وانتو دونتون على دفتركم وكنتو كتير مجتهدين وكتبتون بشكل صحيح. وقبل ما ننهي حصتنا لليوم، خلينا يكون عندنا جملة للقراءة. خلينا نقرأ هالجملة. ظافر، اسم الصبي ظافر. خلينا نرسم دائرة حول حرف الظاء في الكلمات، يعني الكلمة اللي منلاقي فيها حرف الظاء نرسم دائرة حول حرف الظاء. ظافر، عنا ظاء في أول الكلمة متصل من جهة واحدة. يملك، ما فيها حرف الظاء، إذا ظافر بيملك من ظار. من ظار هو منحطه على عينينا وبقرب لنا المسافات الكتير بعيدة، يعني نحنا لو أنا كنت واقفة هون وحاطة منظار، أنا فيي أشوفكن عن بعيد لو أنتو كنتو قاعدين بعيد عني. بكلمة منظار عنا حرف الظاء في وسط الكلمة، ظاء في وسط الكلمة منلاحظ متصل من جهتين. جميل، ظافر عنده يملك منظار جميل، كتير حلو هالمنظار. يحبه، يحبه، يعني ما ننشد على حرف الباء لأنه في شدة. يحبه. ويحافظ، حرف الظاء في آخر الكلمة، ظاء في آخر الكلمة بيتصل فقط من جهة واحدة. يحافظ، يعني هو كتير بحبه لهيدا المنظار الجميل ويحافظ عليه، يعني بحافظ عليه وبيهتم فيه وما بينزعه أبدا. وهيك نحن أصدقائي بجملة القراءة منكون شفنا حرف الظاء في أول الكلمة متصل من جهة واحدة، حرف الظاء في آخر الكلمة متصل من جهتين، وحرف الظاء هون نسين نحن نقطة لأنه بيكون حرف طاء لبلا النقطة، حرف ظاء في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة. بتمنى أصدقائي أنكم تكونوا دونتوا كل شيء نحن كتبناه اليوم وقلناه وفسرناه على اللوح وبحصتنا لليوم. هلأ صار وقت أني ودعكم، بلاقيكم أنا بحلقة جديدة، خلوكم معنا ودايما نطردكم بحصة جديدة من اللغة العربية. إلى اللقاء.
طبيعتي طبيعتي رونق الحياة، تعطيني الثمار ومياه أطيب الأنهار، أرى فيها أجمل اللوحات، أسمع فيها أعذب الأصوات، أهتم بها أصونها، أحميها من التلوث الغدار. طبيعتي طبيعتي رونق الحياة، تعطيني الثمار ومياه أطيب الأنهار.